ولا يعمل فك ولا اي حاجه ولا الصناعيه شغالين. لا لا ما انا ما بتكلمش على كده. ما هو بكره هيطلع من ناخد الشراء والدواليب الجديده. احنا عندنا الدواليب ما فيهاش مشكله الخشب بس صح. الايديان بدل كل دول عشان نحتاجها زي ما انت قلت كده هشيله كله. يبقى ده تنظيف كل الغرفه. شيل الكهرباء شيل وتفرغ المراتب الغرفه اصعب حاجه وحشه جديده. بس ما فيش سرير معلش مرتبة. لا لا ما هو مرتبة والكبسة وكله من فش كده. طالما هناك يا دكتور طلع المراكب بره في الشمس عشان الراجل يجي يعقم الحديد. خلاص يا شريف الراجل. يا دكتور فيها نيابه. ايوه انتوا سمعتوا اسمعوا كل حاجه وانتوا في الدور عندكم والدنيا عندكم. انا بس في نقطه معينه بقى انا عندي دلوقتي في اسانسير شنجله ده المفروض ان هو عشان الاكسس بقى والكلام ده دلوقتي عطلان عشان خاطر عقد السياره بعد حضرتك قضيته وانا في المشتريات بتاع القصه المعتاده بتاعتنا المشتريات والاجراءات وكده وكلام زي انا نفذت من المشتريات. طبعا احنا مش هنعرف نفذت مش منزلتهم للمستشار وليد حمسي عملوا شو كملت كل واحد عيد لو ما عملوهوش هنجيب شو مقنية من بره لما اقدرش اجيب مشتريات من بره المشتريات المركزية تنفع. لا لا خلصنا مش هيعرف دلوقتي عمل شغل كويس النهارده انزل دلوقتي حالا خلص بلاني تماما انا منزل للرئيس عمل واحد بس كنت اول ما توصل جول وعمل له I'm not gonna take it anymore.
المحضر اهم اجراءات يتم اتخاذها في موضوع مكافحة وباء فيروس كورونا. الكلام ده لصالح بلدنا ولصالح شعبنا وصالح اهالينا وصالحكم. ويعني لازم نقول كلنا يعني بنحب بلدنا وكلنا بنضحك ونكذب ارواحنا بلدنا. Thank you.